أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء باسم العوادي إلى أن المؤتمر يهدف لعرض تفاصيل الاستثمار في مشروع طريق التنمية مع الدول المشاركة، وقال إن المشروع سيربط الشرق بالغرب ويربط موانئ العراق مع الموانئ التركية، وإن الحكومة تعتزم تحويل المشروع إلى شريان حيوي في معظم المحافظات العراقية. الهدف طرح فكرة المشروع، تعريف الدول بالمشروع. طريق التنمية مشروع استراتيجي أكثر من كونه مشروع استراتيجي، هو ليس طريق محلي يربط بين مدينة ومدينة، هو طريق عراقي لكنه يتعلق بالمنطقة. هذا الطريق سوف يقوم بنقل بضائع كل دول المنطقة كما تعلمون، من تركيا من فيشخابور إلى الفاو. الهدف الأساس طبعا هو ربط أوروبا بالمياه الدافئة بدول الخليج، وما بعد ذلك بكل تأكيد عندما يفتح الخط الاستراتيجي الأساسي طريق السكة الحديدية بمعدل 1175 كيلومتر، بالإضافة إلى الطريق البري بمعدل 1190 كيلومتر، ينطلقان من الفاو مربوطان بأم قصر، لهم مساران مختلفان في الجنوب لكنهما تقريبا يلتقيان في شمال محافظة كربلاء، ويسيران إلى جنب جدا إلى أن يصل إلى فيشخابور. مهمة هذا الطريق البضائع بمختلف أنواعها تنقل من أوروبا إلى تركيا عبر العراق إلى الخليج، وأيضا السلع الخليجية والموارد الخليجية تنقل من الخليج عبر العراق تركيا أوروبا. الأهم الذي يجب أن نركز عليه، العراق لا يريد هذا الطريق ليكون مجرد طريق ترانزيت، هذه الفكرة ليست صحيحة. الحكومة العراقية تريد أن تحول هذا الخط البري والسكة الحديد إلى طريق وشريان حيوي للاقتصاد. هناك مخططات لمدن صناعية ستحاط بالطريق، هناك مخططات لمدن إسكان ستحاط بالطريق، هناك مخططات كما تعلمون هذا الطريق ستكون آلاف الشاحنات قادمة من 23 دولة 25 دولة أوروبية ذاهبة باتجاه الخليج. السلع التي تأتي من الصين ومن الهند ومن أمريكا التي تفرغ في موانئ الخليج ستعبأ بالشاحنات تنقل إلى ميناء الفاو ثم تنتقل من خلال العراق.